السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وبأحسن حال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد بقناة نادية فلوغ. اليوم نشارك معكم تحضيرات العشاء، وقبل ما نبداو دخلوا اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وتدعموا هاد القناة. المهم الآن دوزوا للتحضيرات. أول حاجة هنا البنات كاينه الكفته ديال الغنمي، وضفت ليها العطريه، الابزار الملحه، سكينجبير قليل من الحار، وكذلك البصله مشلضه وقزبر المعدنوس، وكنعجن الخليط مزيان باليد، وكندوز كنسخنوا المقله ديالنا. وملي كتسخن المقله كنوضعوا فيها هذا الخليط ديال الكفته، وكنبقاو مره مره بالتقليب حتى كتطيب. هانتوما راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. والان كندوز كنخلط ثلاثه ديال الصلصات، كاينه الكيتشاب وكاينه صلصه المايونيز، وكذلك واحد الصلصه اللي خاصه بالساندويتشات. المهم كنفتح الخبز ديال الساندويتش من الجنب كيف ما كتشاهدوا، وكنبدا بالاول كندهن الساندويتش هكا، وكنوضع هذه الحشوه ديال الكفته وكذلك الفرماج، وكنبقى مستمر حتى كنعمر الخبيزات كاملين وكنحطهم في الاله ديال البانيني. والان البنات غنوجد واحد السلطه اللي كنستعمل فيها المقارونيه مسلوقه ومصفيه من قبل، وكذلك غنستعملوا المبشور ديال الكاشير او المرتديلا، وكذلك استعملت واحد ثلاثه ديال البيضات اللي سلقتهم من قبل ومبشورين، وكذلك المبشور ديال الجزر والتونه والمايونيز. المهم هادو هما المقادير اللي استعملت في هاد السلطه البنات. والان كنوضع هاد العناصر كامله مع بعضياتها، وكنضيف المايونيز والابزار والملحه، وكيف ما كتشاهدوا هذه الطريقه كيفاش كنوجد هاد السلطه. وكنتمنى تعجبكم وتنال الاعجابات ديالكم، وتحاولوا تجربوها راها ساهله البنات. وهذه هي السلطه الان راها جاهزه. والان البنات وجدت العصير ديال لافوكا اللي استعملت فيه واحد لافوكا اللي قسمتها في النصف وحيدت لها داك القلب ديالها اللي تيكون في الداخل، وقمت بالقيه ديالها وقطعتها قطع صغيره كيف ما تتشاهدوا، تتجي بهذه الطريقه هذه. وكذلك استعملت اللوز مطحون اللي وضعته في الاله وطحنته من قبل. والان وضعت هذه العناصر في الخلاط مع الحليب، وكنقوموا بالخلط ديال هذا العصير، وما ضفتش هنا السكر، ضفت جوج معالق ديال العسل، وكنقوموا بالخلط ديال العصير مزيان مزيان بالخلاط. نتيجه هذا العصير البنات صحي بزاف، كنتمنى ينال الاعجابات ديالكم. ها انتما كيفاش كيجي البنات من الداخل، كيجي خاطر وزوين حيت فيه العسل، وانتم على حسب الرغبه يعني اللي بغيتوا تضيفوا، حيت فيه اللوز والعسل تيجي خاطر وزوين البنات. كنتمنى يعجبكم البنات. والان هذه هي الطاوله البنات، حطيت السلطه وكذلك الساندويتشات اللي كنت سخنتهم في الاله ديال البانيني مع العصير. كنتمنى ينال الاعجابات ديالكم البنات، وما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق ديالكم الزوينه، شكرا لكم بزاف. وما تنساوناش من اللايك والاشتراك، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.